وسهلا بيكم بعد الفاصل، بعد ما عملنا القنبله دي اللي انا عارفه انها هنتضرب عليها دلوقتي، وبعد ما عملنا حته اللحمه الضاني الدايبه اللي زي ما بقول لك كده، هاتي شويه عيش كده من الفرن ما تعديش، سيبيها ببركتها. في حد هنا عمال يسمع الكلام يقول اصبري عليا اصبري عليا. انت بتقولي حته اللحمه الدايبه، تحسي حته البسبوسه الدايبه بالقشطه. ايوه ايوه بقى، يا سلام بقى يا سلام. انا عايزه اقول لك لما بيكون في تناغم كده في الاكله، انا عماله اقول لهم في لحمه ايه، انا شامه ريحه لحمه. اللحمه الضاني بتاعتنا اللي دايبه دي، طبعا دكتور هبه العوضي الاماريه بتاعتنا الجميله، اللي هي يعني في حلقه زي دي لازم وجودها يكمل الجمال اللي احنا فيه. بس والنبي يعني يا جماعه لما تتصلوا بيها خلوها ايه، تبقى حنينه عليا شويه، انا بعمل لكم بصوها عليا اكله حلوه. الطاجن ده اصلي يا دكتور، ازاي حضرتك الاول؟ انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه عايزه بصي، عارفه التلميذ اللي عامل عامله، احنن قلبك علينا، عشان انا طول الحلقه عماله اقول لهم هاتوا عيش وكلوا زي ما انتوا عايزين، وما تعديش كلتي كام رغيف. هروق عليكي، بس ما تروق عليا كده وتاكليني طاجن الباميه ده. انا عايزه اقول لك والله بامر الله، لو حطيتي ايدك في الطاجن مش هتعرفي تطلعي ايدك منها. هتدوق ومش هتعرفي تطلعي. هجرب بعد الحلقه. انت بتقولي لي ليه؟ انا بجرب. طاجن ده احنا مشغولين، لا هو طاجن عظمه وشكله جامد جدا جدا جدا، وما شاء الله شكله دسم كمان، يعني دسم كمان، واللحمه الضاني بتزود الطاجن دسامه. طيب الدسامه دي هتتحول على طول لسعرات زياده ودهون زياده. انا جيت من الرسائل اللي بتجيلي دايما، الناس بتشتكي وهي بتخس، طبعا بعيدا ان هم بيتحرموا من الاكل والشهيه اللي بيقفلوها غصب عنهم ومقيدين برياضه شاقه، فدايما بلاقي مشاكل، بيقول احنا بنبقى حاسين بتعب وهمدان وخمول ودوخه، والاقي بقى صداع مسكني. ما هو من قله الاكل بقى، يعني من قله الاكل ما هو قارص على نفسه جدا. فانا دلوقتي جايه انزل بكورس 64 حصان واغير القاعده واكسرها، غيرها ايه؟ ده انا هكسر القاعده ان لا همدان ولا دوخه ولا تعب ولا ارهاق، ولا هتحس انك بتخس معايا في كورس 64 حصان. يعني يا دكتور معقوله الا المنظر اللي بنشوفه لما ابقى قاعده كده ماسكه دماغي وقاعده ما حدش كلمني، انا عامله دايت، ناولوني كوبايه ميه، انا رجليه مش شايلاني، بس سيبوني في حالي، انا ايديا بتترعش زي اللي داخله قيصري بالظبط. بالظبط، لا زي اللي صايمه طول اليوم بالظبط، يعني عارفه اللي بتبقى صايمه طول اليوم بتبقى مثلا تعبانه وروحها مسحوبه. ايوه هي دي اللي بدور عليها. صح، مفيش بنزين خلص بتاعي، عضلاتي سايبه. دايما يقول عضلاتي سايبه، وخصوصا واحنا بنخس، مفيش حاجه اسمها دلوقتي عضلات سايبه، احنا دلوقتي هنخس، ده التارجت بتاعنا. لا تعقيدات ولا مشاكل بتحسي بيها مع المدارس القديمه. يعني انت هتقفل شهيتك وتتحرم من الاكل، الكلام ده ما عنديش. انت هتاكل كل اللي انت عايزه، بس عندي كبسوله قويه بتلعب على المعده فقط وبتملاها ملو فيك، او زي ما بيقول كده ايه، انا بملى معدتك بالياف كده وكده، بديك صح. احساس بالشبع، بخليك مرتاح وانت بتخس وانت بتنزل في الوزن مرتاح. كلمه مرتاح لو وصلت لها، لو انا بلعب على الحاله النفسيه واخليك مرتاح، انت هتكمل معايا. هو انا عايزه ايه؟ انا عايزه انك تكمل للاخر، انك تنزل في الوزن معايا كل اسبوع، والمناطق اللي مضايقاك تنتهي وتتخلص منها، وخصوصا الكرش والبطن. وفي نفس الوقت وانت بتخس لا في حرمان من الاكل ولا في دايت ولا رياضه شقه ولا مشي بالساعات ولا تعقيدات ومشاكل صحيه بتظهر اثناء التخسيس، اللي هو التعب والخمول والصداع والارهاق والروح المسحوبه والعضلات اللي سايبه. لاني النهارده مدعمه كورس 64 حصان، عشان كده انا سميته بكده، بكبسولات مخصوصه للتخسيس، مجموعه فيتامينات مختاره عشان تديني الحيويه والنشاط وتعلي المناعه وتعلي التركيز وتعلي التحصيل الدراسي، بعد كده تزود مقاومتي ان انا باكل كميه قليله. ما هي الكبسوله ما بتلعبش، الكبسوله فعلا يا جماعه قويه جدا، بتقفل لي الشهيه، بتخليني اكل لقيمات حاجات بسيطه جدا، وبتقفل عليا السعرات الحراريه الكتير اللي كنت ماشيه عليها. بس طبيعي
يعني مش انا اللي بتحكم ان انا اقوم من على الاكل، لا بالظبط، عشان ده بيتعبنا نفسيا. يعني انت ازاي تقومي من على الاكل جعانه؟ ازاي قدامك طاجن زي ده ومستمتعه بقى بطعمه الجميل ده واقول لك ستوب، انت كلتي قد ايه؟ لقمه قد كده كفايه عليكي قومي. بس خدي بقى نفسيه، مود وحش جدا، خدي عصبيه، خدي الواحد متضايق ومش عارف هو متضايق من ايه. النهارده الكبسوله يا جماعه معانا، الكبسوله الذكيه اللي دكتور هبه نازله بيها. طبعا كلكم عارفين دكتور هبه العوضي علامه كبيره جدا جدا في عالم التخسيس، في عالم التغذيه. قد ايه الدكتوره بتاعتنا، دايما انا بقول عليها الدكتوره الانسانه، لان هي ما شاء الله عليها ست مثاليه بمعنى الكلمه. ياما خسست حالات صعبه، يعني عندها هي هي ايه، لا هتولي بقى الحالات الصعبه، هتولي الاوزان الكبيره، هتولي الناس اللي بيتقال لهم بره انتوا استحاله تخسوا، هي بقى تخصص الحالات دي. فالنهارده هي نازله لنا بالكبسوله الذكيه. الكبسوله هي تعمل كل حاجه، احنا مش هنتدخل في اي حاجه، احنا ملناش اي تدخل عشان الحاله المزاجيه والحاله النفسيه ما تقلبش معانا بعد كده. قبل بقى ما نسال الدكتور الكبسوله بتعمل ايه بالظبط، عندنا ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه، نتواصل مع الفريق الطبي عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. كمان كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، لو الارقام كلها ما بتجمعش معايا، ده مثلا يعني مثلا هندخل على اي رقم من دول على الواتساب ونكتب النهارده على طول عايزين الكورس لدكتور هبه كانت نازله بيه في ست الحبايب 64 حصان. هننزل هنكتب كده انا عايز ده كورس، الكورس 64 حصان، هي فعلا هيخلينا 64 حصان. مش بس كده، ده احنا كمان عندنا صفحه الفيسبوك، نقدر ندخل على الصفحه سواء في الرسائل او في كومنت ونطلب برده النهارده كورس 64 حصان، وهنلاقي على طول الفريق الطبي دكتور او دكتوره بيتواصلوا معانا في ساعتها، وهيفضلوا بقى معاكم لغايه ما ان شاء الله ان شاء الله ياخدوا بايديكم يا جماعه لبر الامان النتيجه اللي انتوا عايزينها. كل واحد يحلم بقى يا دكتور. بالظبط كده، باب الاحلام مفتوح، هو ده احنا بنفتح باب الاختيار. انت عايز توصل للنحافه ازاي، ده عايز توصل للجسم الفرنساوي ولا عايزه توصلي للجسم الكيرفي، المهم الديفوهات والمناطق اللي مضايقاها هو ده هدفي. مش تخسيسه بس، اني اوصل ان هي تنسف وتتخلص من كل المناطق اللي مضايقاها، وخصوصا وخصوصا واللي بيعاني منها الشعب المصري، حزام البطن داير ما يدور. كورس 64 حصان ايه اللي هيوصل، وايه الخصم النهارده اللي هنقدمه الشركه النهارده؟ نزلت عرض 70%، ومن هنا لحد العيد انا هنزل خصم 70%. ليه؟ لان احنا في فتره عصيبه من دخول العيد الكبير والاكل والطواجن. انا لازم اشجع كل الناس واحفزهم ان هم يحافظوا على نفسهم، مش يحافظوا، ده بيامنوا معدتهم من الهجمه الشرسه على كل الطواجن بتاعه العيد. كورس 64 حصان هيعالج اكبر سببين بيزودوني في الوزن، عندي شهيه مفتوحه خالص هكممها لك، اكسر لك ثبات الوزن، احكم لك واسيطر لك على الشهيه المفتوحه. اما الحرق الضعيف اللي مالكش يعني سلطان عليه، حرقك ضعيف لأي سبب كان، أنا جاية النهاردة أرفعه 5 أضعاف عشان تقدر تلاقي نتيجة على الميزان معايا كل أسبوع. مناطق مضايقاك بنسفها. نخلص ناخد تليفون يا أسماء. أهلا وسهلا. ألو، إزيك يا أسماء؟ الحمد لله كويسة، الحمد لله، منورين الدنيا. ده نورك يا حبيبتي، انت اللي نورتينا النهاردة يا أسماء. ممكن أكلم الدكتور؟ آه طبعا، اتفضلي يا قلبي اتفضلي. يا سمسم صباح الفل. صباح الخير يا دكتور. دكتور انا عايزه استخدم الكورس، بس بيبقى عندي مخاوف كده، يعني انا خايفه لحسن ياثر على بشرتي مثلا، او شعرك. انا كمان عندي امراض بشرتي وشعري وبخاف، وعندي مقاومه انسولين، وعندي يعني عندي مشاكل صحيه كده، عندي ضغط بيعلى عشان بسبب الوزن. بس مش عندي ضغط، لا يعني الضغط بيعلى، لا بيعلى على حسب الظرفي، الضغط الظرفي بسبب الوزن. هو الدكتور قال لي لازم ان انت تنزلي لان كده هتبقي مريضه الضغط. حلو، صح ماشي. وعندي مقاومه انسولين. طب انت وزنك، فانا ببقى خايفه لحسن يكون زي الكورسات اللي انا بسمع عنها ان هي بتعلي الضغط وبتتعب وبتجيب صداع وبتجيب اريافه. بخاف. ده حقيقي. انت اثرتي كذا مشكله دلوقتي، انا هجاوبك عليها طبعا بعد اتصالك، بس عايزه اعرف وزنك وصل كام؟ انا وزني 150 كيلو. عشان كده بيرفع عليك الضغط. طيب حاضر، انا هجاوبك، بس بصي انت العرض بتاع النهارده ده هيكون مناسب جدا جدا، وهقول لك ليه.
عينيا الاثنين. بصي بصي يا اسماء اقفلي واسمعي دكتور هبه، واتمنى برضو بعد ما تسمعي دكتور هبه تتصلي على اي رقم دول، اتواصلي مع الدكاتره، اتواصلي مع الفريق الطبي، خدي ودي معاهم سواء انت او اي حد عنده مشكله زي اسماء كده. يا جماعه الفريق الطبي هيكون عنده وقت اكبر، معلومات، هيقعد يديكي معلومات وياخد ويدي معاكي اكتر. احنا وقتنا يا دوبك دكتور هبه هتجاوب كده في عجاله البيزكس الاساس الحاجات الاساسيه. اولا هي قالت انا خايفه انه يكون زي بقيه المنتجات اللي موجوده في السوق، وطبعا ده عندها حق، لان المنتجات اللي موجوده في السوق مديانا امبريشن او انطباع ان هي بتعلي الضغط، بتعمل اريافه، صداع، بتزهق وعصبيه. وده فعلا ده ايام زمان المواد المجرمه دوليا اللي بتحتوي على السيبوترامين فعلا بتعمل كده، لكن انا بتكلم في حاجات مرخصه من هيئه السلامه والغذاء، بيتابعك فريق طبي بتشتغل على المعده فقط، ان انا بديها احساس بالشبع وبملاها بالياف طبيعيه. حلو. انا ماليش دعوه باي حاجه بتتعلق بالجهاز العصبي المركزي او المخ، ما عندناش اي كيميكال. بالظبط كده، كلها اعشاب والياف طبيعيه. الياف طبيعيه، حتى مادتين الكيميكال انا بقولهم على الهواء، الكارنيتين والكافيين، ودول مصرحين من وزاره الصحه، دي بنحطها عشان تعلي الحرق بتاع الدهون في جسمي وتساعدني. تمام، فدي مرخصة من وزارة الصحة وبقولها على الهواء، أنا مش خايفة منها أو أن أنا مكسوفة منها. دي أول حاجة. تاني حاجة، بمناسبة أنه يعلي الضغط، بل بالعكس بقى، أنت جربي معانا ضغطك قد ايه هيتظبط بمجرد انك انت بتنزلي اول 15 كيلو من ال 150. اول 15 او 10 كيلو لازم الضغط تدريجيا بيبدا ينزل. ده الناس اساسا المرضى ضغط عالي وماشيين على علاجين، يعني نوعين من الدواء صبح وبالليل، بيستغنوا عن دواء وبعد كده بيستغنوا عن الدواء التاني، ومجرد ما بينزلوا في الوزن ده حتميا الضغط بيتظبط على طول مع اول نزول من الوزن. ده حتميا. الحمد لله، يعني حالات كتير قوي بيعانوا من الضغط العالي بيتظبط ضغطهم. انت مش صاحبه ضغط عالي، انت ضغط ظرفي نتيجه الدهون الزايده بتعلي معاكي مع شويه ستريس ونرفزه، فبيعلى معاكي على طول. ما تخافيش، ممكن نشوف صور قبل وبعد واحنا شغالين او واحنا بنتكلم كده. عامل عظمه في حالات صعبه. ايه ده، احنا اصحاب الحالات الصعبه، اصحاب السمنه الموضعيه، اصحاب البطن والكرش اللي ما بينزلش. احنا بنحب الحالات المعقده يا جماعه، من احلى الحالات المعقده اللي متركز فيها الدهون في المناطق الحشويه. شوفي بعد ما نزلت واقفه بالجنب اللي هي عايزه اثبت لك نو ترهلات. بصوا يا جماعه، انا مفيش حتى تهدد. مفيش ترهلات، حتى مش مكان البطن مثلا موجود فيه لا. ترهل في الجلد او الكلام ده كله، ده فلات بمعنى كلمه على زي ما بيقول الكتاب، زيرو دهون في منطقه البطن والصدر. الله، طب يا جماعه هو ده اللي انا بتكلم عليه في الحقن اللي انا نازله بيها في كورس 64 حصان. انا الهدف بتاعي اخلصك من الدهون المتجمعه اللي بقالها سنين، مش اني اخسسك وبس، لا، اني ادور على المناطق اللي بتعاند. نزلت معايا 28 كيلو معظمهم من الجزء العلوي، وده الجزء اللي متجمع فيه دهون. الناس اللي خايفه على بشرتها زي ما المتصله، ما تخافيش، المواد اللي موجوده في الكورس بالتارجت او بتستهدف دهون البطن الحشويه والمناطق اللي متجمع فيها في جسمي، ما تخافيش. انا جايبه لك الفيتامينات. اصعب منطقه يا دكتور، لكن في الصوره اصعب منطقة للشعب كل بيعاني منها. ده حتى لو وزنك مظبوط او كويس لازم في بطن، هتلاقي في بطن وفي جناب. اصعب منطقه، يعني انت نزلتيها المشكله وبالتياز. مش اصعب في النزول، دي اصعب في الاحتمالات اللي بتحصل والتوابع اللي بيحصل من البطن. مقاومه انسولين ومرض السكر لما بيزداد كميه الدهون في المناطق البطن السفليه تحت السره، بنسميها الدهون حشويه، من اصعب الدهون. بس على مين؟ انا عندي كوكتيل كبسولات، تاخد كبسولة واحدة يوميا وحقنة واحدة اسبوعيا، هتنسف لي ده في خلال شهر. وتحدي 15 كيلو من اول شهر، لو خدت كبسولة معايا يوميا هتقفل لي الشهية، تحرق لي دهون طول النهار، طول النهار شغالة حرق وتكسير على الدهون اللي في جسمي. طب الحقنة دي فايدتها ايه؟ الحقنة دي اللي هتوصلك للشكل اللي انت شفته دلوقتي، زيرو دهون بجد. زي ما بقول في كل حلقة، بتهد جبل دهون في جسمي. الحقنة الواحدة في الاسبوع بتعمل ايه؟ بتقلل 13 سنتي من حزام البطن،
يبدا يختفي اسبوع ورا اسبوع اسبوع ورا اسبوع، بتلاقي حلاوه وجمال في جسمك، بيبدا يتحول ليه صحه افضل ونفسيه احسن. احنا بنلعب على كل النقاط حواليك، ما تقلقش، معاك فريق طبي، الفريق الطبي هيكون معاك، دي خدمه مجانيه مع الكورس. النهارده كورس النهارده علبه كبسولات اللي بتقفل الشهيه قويه جدا، تركيزات مختلفه على حسب سنك وعلى حسب حالتك، بتاخد كبسوله واحده في اليوم مع اربع حقن حرق، بتاخد حقنه واحده في الاسبوع. اما اللي هيكمل عمل كورس 64 حصان، مجموعه الفيتامينات كبسولات دي مدعمه، كبسولات بتدي نشاط وحيويه فعلا، زي ما بقول 64 حصان، لا بشره هتتاثر ولا شعر ولا ضوافر ولا ذاكره ولا مناعه. البوكس ده والمدة ساعتين 70% خصم. يا دي الساعتين. بعد الساعتين 50%. برضه يا دي الساعتين. ما هو بصي انا قاعدة بسمع باستمتاع والشرح بتاع الكبسولة جميل. ما انا مش هسيبك بعد الساعتين. 70% رائع. وكده. والصورة، الصورة اللي كانت معانا تشرح القلب. الصورة اللي كانت معانا دي يا جماعة، حد كان قاعد بيسمعنا زي ما انتوا قاعدين بتسمعونا كده، بس خدت القرار، فكرت كده مع نفسها، ايه ده؟ طب يعني انا لو اتصلت على اي رقم من دول هيتواصل معايا فريق طبي وياخده بايدي لبر الامان زي ما انا عايزه، عايزه انزل جسمي كله، عايزه انزل البطن بس. وعملت كده، اتصلت بالفريق الطبي وردوا عليها وفضلوا معاها لغايه ما انتوا شايفين النتيجه قدامكم. بقول لكم نتيجه تشرح القلب، الله اكبر عليها، واقفه بصحه. طب ايه رايك يا دكتور في الصوره الاولانيه؟ انا باين عليها جدا صحتها على قدها. بصي الصوره الثانيه هي واقفه ازاي، تحسيها واقفه بصحه، واقفه كده، ايوه جسمها اتشد فعلا زي ما ربنا خلقنا عليه. برافو عليها والله، برافو عليها. انت عارفه العمود الفقري كان مشدود بكل الدهون يا جماعه اللي شايفينها في البطن. انا شدد العمود الفقري اللي واقف عليه واللي بيدعمني واللي ساندني واللي ماسك الجسم كله. فلما يكون الاساس خربان هيبقى الجسم صحيح. ايه يبقى مخبوط اكتر. بصوا انتوا اهو، بصوا انتوا واحكموا في الصوره الاولانيه اللي هي لسه بوزنها، تحسوا انها واقفه كده ايه يعني بالعافيه، يعني قادره تقف بجد بالعافيه. هي الصوره مدرسه، الصوره الثانيه ما شاء الله دي مدرسة. لو اكبر على نشوف صوره ثانيه. يلا بينا نشوف صوره ثانيه. العنصر الرجالي، عنصر رجالي، ودي مثال للسمنه الموضعيه للرجاله يا جماعه، فرصه جدا. اي راجل بيعاني من الكرش وشويه دهون في منطقه الثدي عامله له شويه تسدي، دي فرصه ليهم النهارده. الكورس هتختار الكورس علاج السمنه الموضعيه، ودي موجوده عندنا غير كورسات علاج الدهون اللي في الجسم كلها، هتختار عشان نظبط الجزء اللي فوق، اتظبط ما شاء الله، وكمان نزلنا شويه دهون من منطقه الارجل، اتظبط معانا وبقى جسم اسمه مفروض، بطنه مشدوده، الصدر زيرو دهون، اتحول معانا، وكل ده يعرف في قد ايه العضلات فائت فائت، تحس انه كانه بقى ايه حد ظهر. رياضي. ما هقول لك انا ليه. الدهون مغطيه العضله كلها، صح. هل هتقدر العضله تشتغل تنقبض وتنبسط؟ لا، ما هي العضله في جسمنا شايله دهون حواليها. انا عايزه انزل الدهون عشان عضلتي والشده بتاعه العضله تظهر، لازم اخلص الجسم من الدهون. ده لعب في 17 كيلو نزول معايا في الوزن. طيب يعني دي من الحالات برضو اللي هي حاجات صغيره نزلت، مقاسات صغيره. معانا تليفون. ناخد هاله على التليفون. يا هاله اهلا وسهلا. يا هاله ازيك؟ ازيك يا لولا، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. اتفضلي يا هاله. كلام الدكتور. يا حبيبي تعالي معاكي، اتفضلي. دكتور، هو في حاجه هي يعني حد قريبي هو كان عايز الكورس، بس هو وزنه 190 دلوقتي. 100 وايه؟ وعنده 190. تمام. والحركه مش كتير وفي مقاومه انسولين. طيب حلو، ما هي مقاومه الانسولين اللي وصلته للوزن العالي ده. طيب وعنده بوادر سكر يعني. ده طبيعي. ده طبيعي. طالما ابتدى بمقاومه انسولين هوبا لازم سكر التابع اللي بعده على طول. طب قولي لي هو سنه كام؟ سنه دلوقتي 40. طيب حلو قوي، 40 سنه. طيب هو عمل دايت قبل كده يعني؟ عايزه افهم. هو مش بيعرف يسيطر على نفسه يعني، موضوع الشهيه عنده عالي جدا. اكيل وداخل في دايره خلاص، بياكل وبيزيد ومقاومه الانسولين مساعداه كمان في الزياده لان موقفه له الحرق، فخلاص هو اتحبس في مصيده دهون مش قادر يخرج منها. حاضر انا هجاوبك.
طيب الحالة دي بقى يا دكتور بتهالي من الحالات الصعبة يعني؟ حالات الصعبة وفي حالات ما يزعلش، في حالات أكتر منها. إحنا في ناس كانوا عندنا 210 وأنا فاكرة الحالة دي كويس، 210 كيلو ونزلت معانا 110. في حالات صعبة، ما أنا بقولك دي كورسات الحالات الصعبة المعقدة، هي دي اللي أنا بحبها. أما واحد عنده شوية دهون 20 ولا 25 كيلو دهون في جسمه وبيلعب فيهم، أنا لا أنا نعم مش ده هدف. بتكلمي بجد؟ والله يعني العظيم أنا يعني لو حد عايز ينزل 20-25 مش هيفرحني، مش هيشبعني، عايزك لب مثلا. انا عندي الحالات الصعبة اللي بتعاني زي ما قلت، هو اتحبس في مصيدة الدهون مش قادر يخرج منها، اكيل صح. مش قادر يمنع نفسه من الاكل، اصاب بمقاومة الانسولين على بوادر سكر، بوادر سكر مقاومة الانسولين بتفتح شهية يا جماعة، بتفتح شهية وتبقى شراهة رهيبة للاكل، البطن بتبقى حاجة مستحيلة، البطن بتبقى مدلدلة على نص الفخذ، هي دي بوادر مقاومة الانسولين وبعديها السكر دخل في مصيدة شراهة اكل، كمان مقاومة الانسولين موقفة له حرق تمام، يبقى انا عايز العب على نقطتين، ادي له حاجه تقفل له الشهيه من اول يوم وتدي له احساس بالشبع واقول له انت هتشبع، مش هيصدق، جرب خد الكبسوله كوبايتين ميه واحطه قدامه ترابيزه اكل، مستحيل ياكل اكتر من 4 معالق، مستحيل بكل كميات الاكل اللي كان متعود عليها، مستحيل. بعد كده ابدا اشتغل على جسمه بجميع الحوارق الممكنه الامنه بطريقه تناسب حالته وسنه، تركيز يناسب حالته وسنه، عشان هو بين ايدي لازم احافظ على جسمه من اي مضاعفات اي اثار جانبيه. انا بتعامل مع جسم مش عارفه دلوقتي استجابته ايه، فببدا بتركيزات متوسطه واعلي معاه بالشهور، هو بس هياخد معايا اكتر، ممكن ياخد 5-6 شهور معايا بس مش مشكله، كل شهر معايا هيلاقي تغيير. دي بقى وظيفة المتابعة بالزبط. وأهمية المتابعة، يعني شفتوا دكتور هبة بتقول التدريج إزاي، الطريقة زي كأنها مثلا إيه رسمة خطة ماشية عليها علشان تعرف تتعامل مع الجسم إنه ما يعنيتش معاها وإن الجسم ما يعملش ثبات وزن. دي وظيفة المتابعة، وعلى قد أهمية المتابعة دي عملوا المتابعة مجانية. فأنت تخيلي خدتي الكورس شهر أو خدتي شهرين او خدتي 3 شهور، مهما كانت المدة، طول المدة المتابعة مجانية. مش بس كده يا جماعة، ده الشحن مجانا لجميع المحافظات لغاية باب البيت، مش هتدفعوا ولا جنيه شحن. كمان النهاردة دكتور هبة عاملة لنا مفاجأة، هما مفاجأتين بصراحة. اول مفاجأة الخصم 70% رقم يخد، ده انا كأن البوكس كده مع الشحن المجانا والمتابعة المجانية ده كأنه جاي لي ببلاش، انتم متخيلين؟ دي اول مفاجأة، 70% رقم عالي جدا. المفاجاه الثانيه ان هما لمده ساعتين بس، بعد الساعتين مش هنساهم. انت ليه مش قادره تذكري ان بعد الساعتين في خصم 50%؟ طب وانا ليه ما استفادش بال 70 كاملين؟ كميه محدده ليه؟ لا انا بقول لك كل حبايبي يعني ليه تستنوا الساعتين يخلصوا ويبقى الخصم 50%؟ احنا دلوقتي في عرض ان شاء الله 1% خصم زياده. طب هديكي خصم تاني عشان يروقك. طب قولي الاصحاب الاوزان العاليه المتصله اللي لسه قايله الوزن 190 كيلو كل شهرين هتاخده عليه شهر تالت مجانا، دي اصحاب حلو. الاوزان العاليه انا بجد بيبقى قلبي معاهم، لان المشوار طويل شويه بدل الشهرين 3 و4، لان دي وزن مقارب للطن تمام، فهياخد معايا شهرين وثلاثه، ما تقلقش كل شهرين هتاخدهم، يعني كل كورسين هتاخدهم هتاخد واحد تالت مجانا ولمده ساعتين، يعني فرصه بقى اصحاب الاوزان المتوسطه والقليله والعاليه كمان نلحق خصم 70% النهارده ولمده ساعتين. كورس 64 حصان بينزل من 12 ل 15 كيلو في الشهر، كبسولات تقفل الشهيه ترفع حرق الدهون وتكسرها وتكسر ثبات الوزن، وكبسولات تانية عشان تديك عظمة في الطاقة والحيوية والنشاط وانت بتخس، مطلوبة جدا وانت بتخس وخصوصا كبار السن وصغار السن. كمان عندي صحيح. 4 حقن حرق ناسفة للدهون العصيبة اللي في جسمك، بتاخد حقنة كل اسبوع، خدت كورسين ليك واحد تالت بنفس
المكونات. حلو قوي. يعني كمان دكتور هبه يا عيني دلوقتي وهي قاعده من كتر ما انا عماله استرس على الساعتين على الساعتين عملت لنا كمان عرض اضافي، يعني الناس اللي هتاخد كورس الشهر هتستفيد بامر لابس في خلال الساعتين هتستفيد ب 70% خصم. طب الاوزان العاليه زي ما دكتور هبه بتقول لنا، الاوزان العاليه اللي مش هينفع معاها كورس مثلا عايزين كورسين او عايزين اكتر، كل كورسين هتاخدوهم هتاخدوا الثالث هديه مجانيه والشحن مجانا والمتابعه مجانيه. وتعالي نشوف صور كمان لحالات معانا. يلا بينا. فين الصور الحلوه؟ اه بصي برضو دي معرضه. الحاله قبل الاولانيه كانت البطن قدامانيه، دي الجناب معرضه مع ان ومع عظم الحوض العريض، فبيبان الشكل الكمتره اللي انتوا بتشوفوه دي. طب انا عايزه اظبط الجناب بمنطقه الفخاد بمنطقه البطن عشان الجسم كله يبقى يتظبط ويبقى مع بعض. تناسق يتظبط يبقى شكله حلو وجميل برضو لما حد يبص له او تبص لنفسها في المرايه. بتبع معاها اول شهر تخسيس على الجسم كله، بتبع الكبسوله اللي بتحرق وتسد الشهيه. تاني شهر بتبعه نحت نحات بالكبسوله النحاته المتعارف عليها عندنا والشهيره واللي فيها ماده البي بي سي، ودي اكبر ماده يعني ناسفه لدهون السمنه الموضعيه. حارقه دايما بيتقال عليها حارقه، ماده حارقه مش ماده كاويه يعني. لا لا هي حارقه. تعالوا نشوف صوره ثانيه كمان كده عشان وقتنا، بس شوف صوره ثانيه كمان. بصي دي كمان وده العنصر الرجالي. مش عارفه اقول ايه والله، الصوره بتتكلم عن نفسها. خس معايا 23 كيلو. قد ايه يا جماعه في اوزان عاليه، قد ايه في ناس بتعاني، قد ايه في ناس ساكته على نفسها، قد ايه في ناس وصلت نفسها لدوامه امراض بسبب السمنه. ضغط بيعلى على 160، سكر تراكمي بيزيد، كوليسترول، دهون ثلاثيه، نفس ضيق. ليه؟ الصور والحالات قدامنا بسرعه. عايزين كورس 64 حصان اللي هيوصل لحبيبنا لما يتصلوا دلوقتي على ارقام التليفونات. علبتين كبسولات، كبسوله تقفل الشهيه وتزود الحرق، كبسوله ثانيه تزود نشاط وحيويه الجسم وتخليك 64 حصان، واللي هيكمل وظيفه ال 64 حصان اربع حقن حرق جباره على الدهون اسباني الصنع مفيش بعدها. بتاخد حقنه كل اسبوع، بيقل 13 سنتي من محيط وسطك بالدهون بتاعته كل اسبوع. شحن مجانا وهتابع مع الفريق الطبي مجانا. بنأكد تاني الشحن مجانا جميع المحافظات لغاية باب البيت، المتابعة مجانية من فريق طبي على أعلى مستوى. انتوا بس كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تتصلوا على أي رقم من الأرقام اللي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، كل رقم من دول عليه خدمة الواتساب تقدروا على طول. لو الأرقام كلها مش مجمعة معاكي ادخلي على طول على الواتساب، ما تستنيش. اكتبي النهاردة العرض بتاعنا أو البوكس النهاردة بوكس 64 حصان. كمان صفحة الفيسبوك سهل جدا تقدروا تدخلوا عليها تسيبوا كومنت او تكتبوا في الرسائل نفس الكلمه، كلمه السر بوكس 64 حصان، وهتلاقوا على طول الفريق الطبي بيتواصل معاكم. خصم 70% لمده ساعتين، بعد الساعتين الخصم هيبقى 50%. نلحق في خلال الساعتين، احنا اولى بال 20% خصم الفرق دي، ومش هندفع ولا جنيه للشحن، الشحن مجانا وكمان المتابعه مجانيه. شكرا يا دكتور. سلام يا شفاء نورتيني يا حبيبي. اشكرك، اشكركم على متابعتكم الكريمة، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقة من اولها لاخيرة تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة.